بغينا حنايا نطمئنوا على الصحه ديالك. بزاف ما كيعرفش انه كان عندك مشكل صحي خطير. ماشي بزاف بزاف الكيلوات بزاف. شي 10 ولا 14 كيلو مشاو؟ ماشي مهم ولكن مشاو بزاف. انا عندي غده درقيه اللي هي كتكون هنايا تحت الحنجره تيغويد. انا عندي كتخدم بزاف دونك كتحرق يعني. دونك انا اللي طلعت في الدروج نقدر نطيح 5 كيلو يعني ما خصنيش نعمل واحد ايفور. كاينه اللي كتكون عنده كتخدم ثقيله هذاك كيغلاض. انا العكس، انا عندي كتخدم بزاف دونك كتحرق لي اي حاجه كليتها اي حاجه. على داكشي ممنوع عليا سبور. فان شاء الله قريب نعمل العمليه وكلشي غيرجع لطبيعته. درتي ليكوغرافي ولا مازال؟ درت كل شيء. وعندك كان تخيط مو افي جو بونس؟ لا ما عنديش دابا تخيط مو، انا عندي خصها تحيد ولكن ما عنديش جوج حيت حنا عندنا جوج. انا عندي غير وحده ديال اليمين دونك غنخدم ديال الشمال عادي. والعمليه ديالها حيت كاين الناس اللي ما كيعرفوش تيغويد ولا شنو هي لي كواتر، فالعمليه ديالها بسيطه جدا بحال الانسان اللي كيحيد اللوزتين الحلاقم. غير هو انا كنت خايفه على الاحبال الصوتيه يمشيو يقيسوها لي هذا، ولكن الحمد لله دابا كل شيء بخير. كنتسنى غير الموعد ديال العمليه وصافي. هذا ممكن كتطور حتى كتوصل للتيومور انت يا صافي. على حسب الدكتور الى كيقدر يقيس لك، حيت حنايا تحت تيغويد كاينه عندنا فيتامين سي. دونك الا كررت لك هذاك فيتامين سي راه كتبقى طول حياتك واش هادشي علاش كتهضري بشويه بهدوء؟ لا انا دائما هكا. لا هي ماشي تبدل لي صوتي. لا ما عندها علاقه. لا هي ماشي تبدل لي صوتي، غير هي الا لاحظتي في العنق ديالي شويه كاين واحد انتفاخ، فهمتي؟ يعني هي ما كتعمل لك حتى شي حاجه، غير هي كتخربق الهرمونات اللي عندنا في الجسم كامله. دونك ما كتبقى دائما ستريس، دائما كتعصب، دائما مرخيه، دائما ما عندك كانه ديال حتى شي حاجه. الله يخليك بصحتك. ولكن هذا مرض يعني كيداوى وكيتشافى ومجموعه الناس اللي عندهم، ولكن كيف ما سولت قلت لك واش كاين انتريتمون؟ ما كنوصلوش لهاد المرحله. العمليات كيكون انتريتمون افي.